نروح بقى مع حضراتكم لخبر ايجابي. الرياضه في المدارس كنا بنتكلم دايما ان هي من العوامل الاساسيه طبعا كمان لاكتشاف هنا المواهب الرياضيه ودعم ممارسه الرياضه عند تحديدا النشء. مؤخرا اعلنت وزاره التربيه والتعليم ضم لعبه هنا التايكوندو رسميا لرياضات المدارس المختلفه، وهو ما يضيف هنا بقى فرصه اكبر للطلاب للحصول على درجات الحافز الرياضي، وكمان اعطاء فرصه للمتفوقين رياضيا في الحصول على درجات الحافز الرياضي في مرحله الاعدادي والثانوي، بالاضافه طبعا لفتح مجالات عديده للمدربين للتدريب في المدارس. اعتقد دي خطوه جيده جدا، بس نعرف بقى اثارها اكتر وبشكل اكتر تفصيلا من كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو. كابتن عمرو صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الاعزاء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا كابتن، وهروح مع حضرتك بدايه في فكره هنا يعني اعلان وزاره التربيه والتعليم في ان هي بتضم لعبه التايكوندو رسميا لرياضات المدارس، وربما ده يساعد الى حد ما في اكتشاف برضو النشء وبيعكس اكيد ايجابيه على اللعبه دي في المستقبل، فخلينا نروح مع حضرتك بدايه في هذه النقطه، اتفضل يا فندم. بالتاكيد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو ده أثر جامد جدا في انتشار اللعبة وفي الناشئ في سن صغير، وهو الحقيقة اتحاد التايكوندو تم إنشاؤه يمكن من حوالي 42 سنة سنة 78، ومن ساعتها لغاية الفترة اللي احنا فيها حاليا كان حلم دايما إن التايكوندو يخش المدارس، وهي اللعبة بفضل ربنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين انتشرت جامد جدا في محافظات مصر، ولعبة أولمبية، وعندنا أبطال أولمبيين زي تامر صلاح وزي هداية ملاك وزي سيف عيسى. الناس دي كلها وإياد بركات اللي هم في الشباب في أولمبيات الشباب. فاللعبة الحقيقة منتشرة جامد جدا في الأندية ومراكز الشباب ومحافظات مصر، ولكن ما كانتش موجودة في المدارس. فالحقيقة دي كانت من الأهداف اللي أنا حاططها قصادي من ساعة ما توليت شرف رئاسة الاتحاد ومعايا زمايلي أعضاء مجلس الإدارة، ان احنا لازم ندخل التايكوندو المدارس. وابتدينا فعلا ان احنا من سنتين قدرنا ندخلها في اولمبيات الطفل اللي هي بتتلعب على سكيل او مستوى اصغر شويه في المدارس، وكنا من ساعتها في اتصالات دائمه مع مسؤولي الوزاره الدكتوره ايمان حسن مسؤوله الشؤون الطلابيه في وزاره التربيه والتعليم، لغايه لما الحمد لله قدرنا نوصل ان السيد وزير التربيه والتعليم مشكورا وافق على ضم التايكوندو للرياضات المدارس المعتمده. وطبعا دي خطوه مهمه جدا، لان طالما لعبه منتشره وبتطلع ابطال عالم وابطال اولمبيين، كل ما قدرنا ان هي تبدا من سن صغير وتبدا على قاعده اكبر، طبعا ده هيدي فرصه مش بس ان ولادنا في المدارس وفي سن صغير يقدروا يتعلموا رياضه تهذبهم ويتعلمهم الدفاع عن النفس والاعتماد على النفس والاحترام والكلام ده، لا ده كمان هتقدر يبقى في قاعده كبيره جدا تساعد ان يطلع ابطال عالم اولمبيين اكتر. ما هي دي النقطه، دي حاجه فعلا. طبعا والحاجه الثانيه برضو بعد اذن حضرتك، الحقيقه اللي كانت يعني تهمنا جدا ان الخطوه دي هتفتح مجالات رزق كبيره جدا وعمل لكثير من المدربين، لان احنا عندنا برضو قاعده مدربين ما شاء الله في اتحاد التايكوندو قاعده كبيره وبينشروا اللعبه في اماكن كتير جدا، فلمجرد انها تبدا في المدارس ان شاء الله ده طبعا عمل زياده وفرص عمل اكتر وتساعد على تقليل البطاله طبعا في المجتمع. فاحنا الحقيقه انا بنتهز الفرصه وبوجه الشكر للدكتوره ايمان حسن الحقيقه وطاقم العمل معاها اللي هم حسوا باهميه التايكوندو وقوته وحضرت معانا قبل ما ياخدوا القرار ده. الحقيقه احنا دعوناها وهم جم من لجنه من وزاره التربيه والتعليم حضرت بطولات التايكوندو وشافوا المستوى وشافوا قوه اللعبه وادارتها والتحكيم والمستوى اللعيبه فالحقيقه انا بشكرهم من برنامجكم وبشكر استاذ وزير التربيه والتعليم وان شاء الله دي تبقى خطوه مهمه جدا تاريخيه في التايكوندو باذن الله. قبل ما اروح مع حضرتك عن استعدادات هنا اتحاد التايكوندو لاولمبياد طوكيو، عايزه برضو اعرف في النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي، هو ليه اصلا احنا ما كانش عندنا ده من فتره؟ يعني ليه الكاراتيه على سبيل المثال كان من الرياضات يمكن المشهوره اكتر بين كمان الاطفال والنشء؟ يعني انا فاكره حتى وانا صغيره كانت لعبه اساسيه، كان لازم نعدي على التنس، نعدي على السباحه، نعدي على الباسكت، نعدي على الكاراتيه، وبعدين بنسيب لو ما كملناش. فليه التايكوندو ما نالش نفس الشهره من سنوات يعني؟ اتفضل. تمام،
هو حضرتك الكاراتيه طبعا كلعبه دخل مصر وانتشر في العالم قبل التايكوندو. بدون بقى الدخول في التفاصيل، ان التايكوندو كتاريخ في كوريا الجنوبيه في معابد مكتشف عليها صور الناس بتتمرن وبتعمل الحركات الاوليه للدفاع عن النفس، يمكن تاريخها اقدم من الالعاب القتاليه التانيه، ولكن ده مش موضوعنا. موضوعنا ان فعليا في مصر هو الكاراتيه بدا يمكن قبل التايكوندو وانتشر قبل التايكوندو، فطبيعي طبعا ان حصل تطور ونشاط فيه. انا مش قادر ارد على حضرتك السبب الحقيقي يعني. بس هو اكيد يعني انا عارف كويس جدا ان في محاولات عديده تمت قبل كده من دخول التايكوندو مدارس، وفي ناس من الاتحاد ومسؤولين اهتموا، وفي اشخاص يعني مش مسؤولين في الاتحاد ولكن سعوا وحاولوا ان هم يدخلوا التايكوندو المدارس، ولكن طبعا ربنا بيوفق في وقت معين. يعني خلينا ننسى الماضي خلاص، مش مشكله. المهم بس تمام حضرتك، بس انا اعتقد ان برضو في تعليمات حاليا يعني يمكن من القيادات العليا والمسؤولين في الدوله ان يتم نشر الرياضه اكثر والاهتمام بنشر الرياضه في المدارس. واعتقد ان بعد ما التايكوندو ظهر وبطلتنا الجميله في الاولمبياد اللي فاتت في ريو هداية ملاك جابت الميدالية البرونزية بتاعتها، أعتقد ظهر أكتر وظهر جمال اللعبة وقوتها، وإن احتمال ولادنا يبقوا أبطال أولمبيين فيها. أعتقد كل دي عوامل مع التوجهات السياسية إن يتم الاهتمام بالنشء والشباب ونشر الرياضة. يمكن ده اللي إدانا الفرصة إن أنا قدرت في الفترة دي إن أنا أعمل التحرك ده أو الخطوة دي. صح، ممكن يكون الاستجابة كمان ساعدت يعني. طبعا أكيد، ويمكن الاستجابة كانت أسرع زي ما حضرتك ذكرت، بعد هنا في توجه عام بفكرة الاهتمام بالرياضات المختلفة كمان، فربما ده اللي سهل. أنا سريعا جدا بس عايز أعرف من حضرتك الاستعدادات هنا بقى لأولمبياد طوكيو، بنتكلم طبعا بكوفيد 19 2020 أثرت في لعبات عالمية كتيرة جدا، فسريعا مع حضرتك كابتن عمرو اتفضل. والله حضرتك السؤال ده أنا بشكرك عليه. هو إحنا طبعا يمكن ربنا كرمنا ومحظوظين ان احنا اتاهلنا وبالفول كوتا زي ما حضراتكم عارفين، طبعا من الدول القليله جدا في العالم اللي قدرت تتاهل بكامل الكوتا للاعبين ولدين وبنتين، ده غير ان احنا اتاهلنا لاول مره باثنين في البارالمبيك، يعني عندنا ولد وبنت في البارالمبيك برضه هيلعبوا ان شاء الله في الاولمبيات البارالمبيه في طوكيو باذن الله. فطبعا احنا اتاهلنا قبل موضوع الكوفيد ده بشهرين يمكن او حاجه، وده فضل من ربنا. لسه في دول ما تاهلتش، وقاره اوروبا كلها لسه ما لعبتش التاهيل بتاعها، فطبعا الناس اللي ما تاهلوش دول في حاله استعجال وصراع ان هم يتمرنوا ازاي ويعسكروا فين ويحتكوا بمين علشان يقدروا يبقى مستواهم كويس قبل التاهيل. احنا ما عندناش النقطه دي، ولكن عندنا مشكله ان احنا نعد ولادنا ازاي عشان الاولمبياد. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت الكوفيد 19 ده عامل مشكله كبيره جدا، ان احنا بنعمل معسكرات وبنضطر ان احنا نفك المعسكر لو ظهرت حاله ايجابيه عند اداري او مدرب او احد اللاعبين او اللاعبين الشادو اللي هم المساعدين للاعبينا. فطبعا هي حاله عدم استقرار في العالم كله وعلينا، ولكن احنا الحمد لله بفضل ربنا ولادنا ملتزمين جدا وفاهمين. حضرتك هتلاقي حتى لو احنا موقفين التدريب لفتره معينه مثلا لايام قليله عشان بنعمل تيست او بنطمن على الاجراءات الاحترازيه او اي سبب من الاسباب، بتلاقيهم بيتمرنوا في البيت واونلاين مع المدربين بتوعهم ومدربين اللياقه ومتابعه للتدريبات بتاعتهم بحيث ان هم ما يبعدوش قوي. طبعا احنا اللجنه الفنيه عندنا عامله يعني فكر قوي جدا ان تبدا اول بس ما نطمئن ان احنا نقدر نعمل استضافه اللعيبه من بره مصر او احنا نسافر لبره مصر والدول الاوروبيه تقدر تستضيف اللعيبه من بره، احنا عاملين برنامج قوي جدا للاحتكاك، في ان احنا بنسافر بنحتك بره، وفي استضافه من بره لبعض اللاعبين المميزين والافارقه كمان المؤهلين بحيث ان يبقى في احتكاك للولاد. بس طبعا احنا مش قادرين نحط فيكس ديت او مواعيد محدده، حاجه لسه في علم الغيب طبعا كابتن عمرو. ربنا يسلم وبالتوفيق، نتمنى لك كل خير. على قد المسؤوليه ومدربينا، واحنا يعني ان شاء الله يعني بدون مقاطعه تكون دايما هيسعد المصريين ويشرفهم باذن الله كابتن عمرو. نتمنى لك كل التوفيق كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو.